السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طريقه ازاله الرواسب البكتيريه من باطن الاسنان بطريقه سهله وغير مكلفه. الطريقه بسيطه جدا ولن تكلف الكثير من الوقت او المجهود اطلاقا، فكل ما تحتاجه لتحضير وصفه ازاله الرواسب البكتيريه على الاسنان هو الاتي: نحتاج الى ملعقه من بيكربونات الصوديوم، نحتاج الى نصف ملعقه من الملح، نصف كوب من ماء الاكسجين، تركيز 10 ميلي جرام، يباع في الصيدليه ويستخدم كمضمضه لعلاج التهاب اللثه والاسنان لانها فعاله ضد بكتيريا اللاهوائيه التي تصيب الفم بكثره. نحتاج ايضا الى فرشاه اسنان جافه، نصف كوب من الماء الدافئ، ونحتاج الى مطهر الفم. لابد من وضع في الاعتبار ان بيكربونات الصوديوم ضرورية في تلك الوصفة لازالة رواسب البكتيريا من اسنان داخل الفم، وهي تعتبر اكثر المواد فعالة الموجودة بها. بالنسبة لطريقة الاستعمال، المرحلة الاولى نقوم بخلط بيكربونات الصوديوم مع نصف ملعقة من الملح، ونقوم بتقليب هذا الخليط جيدا. بعد تقليب الخليط جيدا نقوم بتدليك الأسنان جيدا به باستخدام فرشاة أسنان جافة ونظيفة، والاستمرار في تدليك الأسنان وغسلهما بالخليط لمدة دقيقتين أو 3 دقائق كاملة. بالنسبة للمرحلة الثانية سنقوم بأخذ نصف كوب من ماء الأكسجين، نضيف إليه نصف كوب من الماء الدافئ، ونقوم بتدليك الأسنان باستخدام الفرشاة بنفس الطريقة لمدة لا تقل عن 3 دقائق كاملة. بالنسبة للمرحلة الثالثة نقوم بمسك بفرشاة نظيفة بدون إضافة أي شيء، ثم تدليك الأسنان جيدا لمدة 5 دقائق كاملة. رابعا واخيرا نقوم باستخدام مطهر الفم او المعقم، ويمكنك احضاره من اي صيدليه او محل بيع ادويه. بعدها سوف تلاحظي مفعول تلك الطريقه الرائعه في القضاء على الرواسب البكتيريا داخل الفم.